أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة شنقيط الفضائية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من موريتانيا اليوم، والذي نناقش فيه المشهد السياسي الموريتاني على ضوء الترشحات التي جرى الإعلان عنها في الفترة الأخيرة. فبعد إعلان المرشح محمد ولي الشيخ محمد أحمد ولي الغزواني عن ترشحه للانتخابات الرئاسية والمزمع عقدها في يونيو حزيران وكشفه عن الخطوط العريضة لبرنامجه، ها هو سيدي محمد ولي أبو بكر يعلنه كذلك عن ترشحه في ملعب ملاح في العاصمة نواكشوط، ويكشف هو كذلك عن أهم التحديات التي تواجهها البلد. فإلى أين تسير بوصلة التخمينات، وأيهما أوفر حظا في الاستحقاقات القادمة؟ وهل البرامج الانتخابية التي كشف عن خطوطها العريضة تلامس هموم وتطلعات الشعب الموريتاني؟ أليست هذه البرامج وبرامج المرشحين مجرد نسخ ولصق وفاقدة للمضمون؟ أسئلة ضمن أخرى أثيرها وأناقشها مع ضيفي الكريمين الأستاذ أبي والزيدان صحفي ومتابع للمشهد السياسي، أهلا وسهلا بك، والأستاذ أحمد والدومان وهو رئيس حزب الرباط، أهلا وسهلا بك. إذن أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، نبدأ معك الأستاذ أبي والزيدان. البداية، ما رأيكم إلى الآن في المشهد السياسي الموريتاني، وكيف هي الأوراق التي بدأت فرزها في هذا المشهد بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المشهد السياسي، نحن أمام عملية تناوب مسبوقة من نوعها في موريتانيا، تناوب على سلطة، أمام فرصة حقيقية لتكريس الديمقراطية الموريتانية بفضل التحسينات التي طرأت عليها خلال الفترة الماضية. نحن أمام رئيس يحترم المدد الدستورية المحددة التي قررها هو بنفسه وشرعها هو بنفسه، يحترمها ليتيح لشخص آخر أن ينتخبه الشعب الموريتاني ليخلفه. نحن نحصد ثمار القانون الذي أقره هذا النظام بتجريب الانقلابات وتحديد العملية الانتخابية كشرط وحيد للوصول للسلطة. نحن أمام مشهد الحراك السياسي فيه يفرز أو يعكس هذه الحقيقة وهذه الأمال التي ولدت خصوصا مع تحسين شروط العملية الانتخابية بشكل عام. هناك أمل ولدت للشعب الموريتاني، هناك حقبة جديدة بدأنا نتنفسها نحس بها كجزء من حياتنا اليومية. هناك رئيس في السلطة وهناك رئيس آخر سيأتي بالتأكيد هو جديد ليس الرئيس الذي كان في السلطة. هذا هو المشهد الآن، هذا هو الحراك الآن. طبعا تغيرت المعطيات القديمة، تغيرت النظام السابق يترشح الآن، النظام الذي قبل هذا يترشح الآن، المعارضة تعيد تشكيلها تشارك في النظام الماضي، بعضها يساند النظام الماضي، بعضها الآخر يترشح من تحت يافطته، النظام الحالي نفسه يقدم مرشحا لخلافته والاستكمال مسيرته وتحسين شروطه عليها. هو وضع وحراك انتخابي ديمقراطي جيد والأمل معقود عليه. معقود عليه. شكرا جزيلا لك، سأعود إليك بطبيعة الحال الأستاذ أبي والزيدان. أنتقل إليكم أستاذ أحمد والدومان، وأنتم رئيس حزب الرباط. هذا المشهد السياسي الذي يتشكل الآن بطبيعة الحال هو في صالح الشعب الموريتاني وفي صالح أيضا التناوب عن السلطة على السلطة، أنتم ما رأيكم فيه، وما رأيكم أيضا في اللجنة المستقلة للانتخابات التي ما زالت موجودة إلى الآن، ورفضت هذه الحكومة، الحكومة الموريتانية، حلها من أجل الشفافية والمصداقية كما يقول المعارضون؟ شكرا. اولا اشكر قناه شنقيط الفضائيه للاستضافه، واشكر ورحب لقائي اخي ابي من زمان. على كل حال، فعلا انا اتمنى كما يقول المثل ان يكون ما قاله ابي نطق به القدر على لسان أن يحدث تناوب السلميين على السلطة فعلا، وأن يترك الموريتانيون ينتخبون بكل حرية من يختارهم. أتمنى أن يكون هذا هو ما سيحدث إن شاء الله. على أي حال، المشهد فعلا كما قال حدث جديد فعلا، بلا تتقدم الانتخابات رئاسية، الرئيس اللي في السلطة غير مترشح إلا هو بشخصه،
طبعا وتقدم لها بعض الكفاءات الوطنيين الموريتانيين اللي حقيقة الشعب الموريتاني يزور يشوف فيهم وشاف فيهم الكفاءات اللي قدوا فعلا ينهضوا ببلده وقدوا ينقذوه وقدوا يطوروه وقدوا يبنوه وهذا يتضح اكثر ونقدروا نشوف نوضحوا اكثر في اللجنه قالت ما نطلب ليك اللجنه الانتخابيه حقيقه الان الان وانا اخبر الناس في موضوع اللجنه لاني شريك في لجنه تعيينها وشريك في القانون العدالي لذلك طرحنا عليك السؤال تماما اللجنه الان لجنه تقول انها من الاغلبيه كامله باستثناء شخص واحد بالتالي فعلا من غير النصوص غير الموضوعي ان تشرف الانتخابات وخصوصا القانون صريح يقول ان هذه اللجنه يتم اختيارها بالتناصف بين الاغلبيه والمعارض وبالتالي اتمنى فعلا على وزاره الداخليه والسلطه ان يتم تطبيق القانون في المجال والاظهرات لان احنا كاملين رابحين من الشفافيه العمليه اذا ناجح سوى منه خير ينجح ما نعترض لحد والناس قابله بنتائجه ولما اللي لا يخسر الانتخابات اخير يخسرها راضي العمليه وراضي عن شفافيه الانتخابات احنا عدنا انتخابات 2017 اللي انتصر دون اعتراض حد واللي اللي يخسر الانتخابات خسرها برضا واعتقد انه يخدم الاطراف كامله واول شرط منه طمأنت الناس ان الناس المشرفه اللي هي اللجنه يعد فيها القانون تعود بالتساوي بين المعارضه والموالي. طيب اذا استاذ ابي على ضوء ما تحدثتم عنه وايضا الامال المعقوده على هذه الانتخابات اترى انه من العداله ان تطالب المعارضه بحل اللجنه المستقله للانتخابات او اجراء تعديلات عليها من اجل الوصول الى المصداقيه والشفافيه التي نعقد الآمال عليها حتى أستخدم كلمتك فقط. جميل جدا والأجمل أنه معنا في الحوار أحد المشاركين في الطريقة التي عينت بها اللجنة المستقلة للانتخابات. هذه اللجنة المستقلة للانتخابات عينت عن طريق حوار بين الأحزاب التي دخلت في هذا الحوار. المعارضة التقليدية أو المعارضة المنتدى رفضت بشكل قاطع أن تدخل في هذا الحوار. جميل. استدرجت لمرات عديدة، طلبت لمرات عديدة، رفضت أن تشارك فيها. وبالتالي لا يمكن للدولة أن تتوقف ويتوقف كل شيء حتى تقرر المعارضة التقليدية في لحظة مزاج لها أن تحضر. شكلت اللجنة على هذا الأساس. فعلا يجب وينبغي وأنا أطالب بذلك أن تعدل بعض الإجراءات من أجل أنه هذا خلطتنا إشفاقا عليهم وجبرا لخاطرهم اللي جاءوا وارك الحمد لله لأن نعدوا لهم شي راضيهم وهذا أعتقد أن وزارة الداخلية اقترحت فيه حلا على المجموعة لكن من غير الإنصافي أن تقول هذه المعارضة الآن لا يجب أن يستقيل كل شيء وأن ينهى كل شيء من حضرهم وأن نبدأ البناء من جديد هذا بلا معنى هذا للأسف هو اللي أضعف العملية الديمقراطية خلال هذه السنوات كلها في كل مرة التشريعات والقوانين تعطلها المعارضة وفي لحظة مزاج هي وتقول هم اللي عدلونا أبدؤنا من جديد الدول لها ما هكذا تبنى هذه مسؤولية المعارضة هذا خطأ المعارضة الدول الآن تحاول أن تتلافى خطأ المعارضة تجبر خاطرها من أجل أنها تضيف لها شخص ولا اثنين ولكن هذه مسؤولية المعارضة وليست مسؤولية الدولة وليست مسؤولية النظام وليست مسؤولية لجنة مستقلة الانتخابات ولا حتى لا علاقة لها بالعملية بنزاهة العملية لأن العملية نزاهة استمرت وشاركت فيها الأحزاب حتى المعارضة الآن شاركت فيها وحصلت حسب نسبها وبالتالي محاولة تسييس الملف الآن واعتبار أن الدولة أنها تنفرد بالسلطة لأسباب مقصودة وكذا المعارضة التي رفضت أن تدخل في هذا منذ البداية وطلبت لمرات والدولة الآن تعبير عن حسن النية اقترحت عليهم أن تجري تعديلا في هذه اللجنة حتى يكونوا ممثلين فيها. طيب نواصل فقط أحمد دومان عندك شيء؟ نعم عندي شيء والله أولا أشاطر الأخ أبي الرأي الجزء الأول فعلا المعارضة المقاطعة رفضت المشاركة في اللجنة هذا صحيح للأمان وبالتالي تم اختيار اللجنة بالمناسبة بين الأغلبية والمعارضة المحاورة هذا صحيح المعارضة حين ذاك أنا ذاك جيد المعارضة المحاورة اللي شاركت مثلت القانون يقول نص القانون يقول أن اللجنة تم اختيارها مناسبة بين المعارضة والموالاة جسم المعارضة رفض فعلا للأمانة المشاركة أنا بين من طلبهم بالمشاركة رفضوا فعلا لكن الجسم المشارك تناصفت معه الأغلبية اللجنة لكن ما حدث الجزء اللي كان مشارك تحول الآن إلى أغلبية كله واللجنة قانونها تغير اللجنة الآن الحكم
الحكماء الان مختارين من طرف احزاب. اسمح لي ما بدل اسمح لي اللجنه تم قانونها تم تغييره ما عاد شخصيات مستقله عاد شخصيات اختاروها احزاب وبالتالي احزاب المعارضه اللي 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 اختاروا الساعة واللي مثلوا المعارضه غيروا موقفهم الان من الاغلبيه الان كلهم عالي رسميا دعم رجع الاغلبيه وبالتالي احنا لو كان المعارضه المحاوره ظلت معارضه بغض النظر عن ذاك اللي تقول فيها الناس يا غير بعد رافض ذاك العنوان ناخذ حد حقه يتكلم كان معارضه المحاوره ما تلات خالقه بالسينا حزب بعض ما تلات خالقه ما تحدد على كل حاله ما تحدد موقفه ما هي الايام ما اقول شوخه ما اقول خرين قاعد اغلبيه بالتالي من الموضوعي انه نرجعولها ونراجعوها ونطبقوا فيها ذاك القال القانون ذاك القال القانون نطبقوا خصوصا نقايسين انتخابات رئاسية وحساسة وفيها مستقبل البلد وفيها استقراره وتوي لنعود فيها معارضة أسوأ ما يحز من المعارضة قبل يشارك ما يقدر حد يقول شيء حد من المعارضة بيشارك مسؤوليته يا غير المهم الاقتراح هذا اللي انشار الأخ أبي من وزارة الداخلية الصحراء لكن حقيقة قال هو الغرامات في العيون السخرية وهو شيء شدي قال هم نضيفوا للجنة عنصرين جديدين هو أين التناصر من عنصرين ينضافوا للجنة 11 ينضافوا لجنة إذن هذا الحل ليس حلا ليس منطقيا ليس منطقيا ينافي القانون هذا الحل هذا الحل ينافي صريح القانون اللي يقول بالمناصفة قبل سؤالك فقط أعلق على هذه النقطة حتى تغير الأحزاب التي بعضها كان في المعارضة وأصبح في النظام حتى بعض الأحزاب ما فيها أستاذنا كان في الأغلبية وتحول للمعارضة بالتالي ليس هذا قياسا ثانيا اسمح لي شوي القانون لا يقول فقط انها تقسم مناصفه حتى القانون ايضا يقول انها عندها مده انتداب وانتهاء صلاحيه يجب ان يلتزم بها بالتالي لا ينبغي ان تحمل الدولة كامله ونظام كامل يحمل اخطاء المعارضه التي رفضت ان تشارك ان كان هذا وقعوا دازر خلف القانون لقد صلحوا منه انتهى القانون اللي فخذ قال لا يزيدكم اثنين قال لا يزيدكم طيب ابي اذا الدولة طرحت هذا الحل ايوه هذا الحل نزيدوا لكم اثنين في هذه في اللجنه المستقله اتراه حلا مناسبا من اجل نزع فتيل هذه الازمه ونسير بخطى ثابته الى الانتخابات الرئاسيه بالتاكيد هو حل احترام القانون القانون يقول انه هذه الناس عندهم مدد منتخبه مدد تعين فيها ولا يجب تغييرها قبل نهايه المده لها ولكن الدولة اللي ياك انها تجبر الوقع عليهم ايش تعطي حسن النية على أحزاب المعارضة اللي رفضت اصلا ان تشارك وعاد كي تشارك حالها تعطيها حسن النية بنهاية حظها لكن ملي ما تخرب القانون وتكون قايس مدة اخرى وتقلعها بعد ديجا عندها مدة قانونية تنتهي ضيفهم اشخاص جدد ضيفهم اشخاص جدد ياك يعود حل بين ما تلبس ما يموت ل 20 ولا يكفي بس التأديب لا نوضح لفين في النقطة استاذ احمد حتى نتجاوز لا مهم نوضح شوي فعلا قال الاستاذ ابي فعلا كمان بعض الاحزاب في المعارضه غيرت موقفها بعض الاحزاب في الاغلبيه غيرت موقفها المعارضه صحيح لكن الناس اللي في اللجنه كلها معروف الحزب الجاي منه الاحزاب اللي غيرت موقفها الان من الاغلبيه شور المعارضه ما في احد ممثل في اللجنه اللجنه ممثل فيها حزب الاتحاد مجلس الجمهوريه ويتهم واحد من حزب الاتحاد عنده علاقه اجتماعيه مع عثمان الشيخ عثمان يا غير هو من حزب الاتحاد تالي ما في اي حزب اخر من الاغلبيه خارج حزب الاتحاد اطلاقا ما في حزب اخر من الاغلبيه خارج حزب الاتحاد فعلا فم المحبوبي قال انه عنده علاقه اجتماعيه مع عثمان غير هو عضو اللجنه السياسيه للحزب حزب الاتحاد انا ولو كان قانون محترم بهذا المنطق هؤلاء الناس فقدوا وظائفهم لانهم داروا الاساس من المعارضين وغيروا موقفهم ولو كانت ما يداخل محترمته ما تقولنا تنقص المده شهر سنتين وتجيب له تاخذ من القانون لن نخرج من هذه الدوامه القانون يقول انه شخص غير قناعته في لجنه مستقله الانتخابات يجب ان يتحمل القانون اللجنه اسمح لي اقول لك اللي يقول روحاني حنقول لك اللي يقول القانون اسمح لي القانون هذه لجنه تم اختيارها
إدارة نطار حوار سياسي نطار حوار سياسي للشباب القانون ما ريناه أو لا رينده القانون. طيب إذا نتجاوز أبي هذا سنأتي إليه بطبيعة الحال. الآن سؤالي الآخر وهو الأهم بعد أن انتقلنا من المشهد السياسي وخاصة اللجنة المستقلة للانتخابات، شاهدنا مهرجانين من مهرجانات الكبرى التي شهدتها العاصمة نواكشوط، مهرجان سيدي محمد والبوبكر ومهرجان محمد واللي الشيخ محمد أحمد واللي الغزواني. بطبيعة الحال هناك أيضا مترشح آخر ومرشح آخر برام والداول العبيدي، ولكن هذين المهرجانين ما الذي لفت انتباهك؟ الناس يقولون الآن بوصلة التخمينات تعطي للرجلين كفتي ميزان ويمكن لهما أن يصل إلى الدور الثاني إلى الشوط الثاني من الانتخابات. أنت كمتابع وصحفي ومتابع للمشهد السياسي كيف ترى هذه النقطة أنت؟ لا 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 أبدا، ليس بهذا المنطقي الخلطة. ما هم متقاربين في الساحة السياسية ولا في الوزن الاجتماعي. فهم مهرجانين اللي انت لو نقارنهم قدهم ولا من ناحية استقبالات والانضمامات حتى الساعة. فهم مهرجان في ملعب العاصمة نواكشوط المرشح محمد والشيخ محمد الغزواني. شفنا الجمهور العدد مع ان الاتحادية تعرف عدد المقاعد، شفنا الجمهور في اربع جهات اكتملت. ايوه عندنا مرشح السيد محمد الوبكر، هذا من ناحيه الصوره فقط. أكيد. في ملعب ملح رغم ان الاتحاديه تعرف عدد جمهوره ولكن جمهوره في زاويه واحده من الملعب، الزوايا الاخرى ثلاثه ما فيها رقاش لان ما فيها مقاعد، لا فيها رقاش لا حضرها رقاش. بالتالي هذا ليس مقارنه، انه ما دام هذا ملعب وملعب عدد جمهور متباعد تماما. حتى الزيارات الان التي يقوم بها مرشح محمد الشيخ محمد الغزواني طبيعه الحال عدد استقبال هذا مغاير للرجل الذي يستقبل شخصين او ثلاثه في مكتبه. يعني مغاير تماما، لا يمكن ان نقول انه هذا يعني انه هناك مرشح. اذا انت لا ترى ان الرجل هذا من ناحيه الصوره، من ناحيه الخطاب لا الخطاب سنأتي إليه، الخطاب سنأتي إليه، ولكن متباعدين الخطاب سنأتي إليه. لن يكون هناك شوط ثاني إن استمرت الأمور بهذا الشكل وبهذا ما يظهر من الصورة الآن. أيوة. لن يكون هناك شوط ثاني نهائيا، لأنه فارق كبير جدا لا يمكن أن يقارن من قريب ومن بعيد. تريد أن تقول أن الفرق بين ثرى وثريا؟ أحمد ولدومان، أنتم شاهدتم هذا المشهد، أنا أريد هذه الصورة حتى ندخل إلى المواضيع بأكثر جدية. هذه الصورة التي شاهدناها من ملعب ملح ومن ملعب العاصمة كيف ترونها أنتم؟ وأيضا كيف تقيمون الصورة النهائية التي ستصل إليها الانتخابات الموريتانية في يونيو حزيران؟ والله شكرا، والله قالب اللي يختلف تماما. شنا في ملعب شيخة والبيضية فعلا مجموعة من المقاعد معروف عددها، قعد عليها مجموعة من الوزراء والمديرين والمسؤولين الساميين للدولة ومعروف ما اللي هم زاد عددهم ورجال الاتحاد رجال أرباب العمل، وإذا كان معروف عددهم وفعلا إذا رجع يملى المقاعد والله يملى أكثر منهم، وما مياسين الحمد لله على الدولة في هذا المديرين والوزراء والمسؤولين. شنا في ملح استاذه أكبر من استاذ شيخة والبيضية لا خلطة إدارة الشباب والثانوية العربية أكبر من أسمعلي وأنا من رأسي شاركت في استاذ ملح أنا من رأسي شاركت في استاذ ملح وذا اللي جاء ما قط حضر في مهرجان في نواكشوط إطلاقا، وجاء ملي مر على كرعية وجاء ما صايب جنرال ولا قاعد قدام وزير ولا حاكم مقسم عليه الحمساب ولا العود، جاءت ناس وفقراء وطرق كفاءات ماشى. أنا من رأسي خرجت في استاد ملح المهرجان الدستور مع فقامة الرئيس محمد عبد العزيز، كنا في الناحية الشمالية منه، ولا أعتقد إذا اللي جانا يكسع رغم أن معنا الموريتاني في الكسع والله ياسر كثير جدا، إذا جانا ما هو ذلك إذا جانا سيدي محمد البكر. وأعتقد كيف قال بي أعتقد من قد الوزن الاجتماعي والسياسي الاجتماعي ما نبغى نتكلم لي اسمعني لا أنا يجاوب قال بي اسمعني فعلا يختلف فعلا وشتان ما بينهما من ناحية سياسية واجتماعية والثقافية، وإذا ما نبغى قاعد ندخل فيه من ناحية أخرى للقالب الصحيح إلى تخلق الشفافية ندور ونأخذ في الشوط الأول ونأخذ فيه بكل المعايير وبكل المقاييس اللي هو سيدي محمد البكر يدور ونأخذ في الشوط الأول بفارق كبير وكبير جدا إلى ما يخلق التزوير ولا تتم اللجنة. طيب أبي والزيدان يقول في خضم حديثه أن الرجل بدأ في زيارات مكوكية ل36 محطة، سنأتي إليها بطبيعة الحال بالتفاصيل،
وأنتم إلى الآن مرشحكم لا زال يستقبل أفراد وعشرات في مكتبه، ألا ترى أن هذه الصورة أيضا مغايرة لما كنت تقوله الآن؟ لا، هذا ملي نوعا ما، ما نقول له مغالطة غير ما هو لي الحال. فعلا احنا ما لنا سيان، احنا مرشح، احنا مرشح اختاروا الشعب الموريتاني ومسمع الشعب الموريتاني وجاي هون الشعب الموريتاني واللي يتحرك يقدر يتحرك. وهذه سيارات، اسمع لي هذا الشعب السريلانكي، اسمع لي وهذا مرشح للسلطه قاعد في طائره عسكريه ويستقبلوا العمد ويلقوا خطاب امامه، خطاب يطالبوا حل مشاكل مقاطعاتهم، ومرشح للسلطه ولا عنده علاقه بالشعبيه، والدور شوف نتائج الليرة والرئيس الجمهورية حالا فخاطر رئيس محل عبدالله اللي يمشي الدور، استقبلوا الأمة، استقبلوا الناس كامل، استقبلوا قاعد المواطنين هاي الدولة يغير الطيلين تلاقوا نعدلوا السيارة ونعدلوها ما في طائرة الجي وعنا بعد يلعادوا يكروها الدور قاعد يكروا معدل دبابة يعودوا لآليات الله يتنكره لمعلوماتك هي تنكره هو حم تعمل دورهم يكروا لنا الدبابة يمشي فيها صاحبنا فماذا مؤدات الجيش ذا الكره لا يكروا معدل قاعد لا الدبابة يمشي فيها صاحبنا والدور تشوف وعند السنادر والطائرة السنادر وهي اللي الطائرة معناها يا قعمال دي الجيش مؤسسة محترمة ولا يضغط بي تدخل حقيقة الطائرات معرمي يقدون كرام كل بلد ولا محترم ولا يالله بعض الشفافية شو قاعد يتكره ما يالله ولا الشفافية ولا المنطق ولا هيبته ولا الاحترام الرأي العام. انت مش الطائرة السنادرة فيها عسكريين بسيهم العسكري مع مرشح مدني يشايل المواطنين لا قاعد يخلعهم ويخوفهم ويشد لهم من الدولة ومن السلطة فعلا ما يتواسى قاعد توف شو قاعد مكرية ما يتواسى. شكرا لك أستاذ أبي. طبعا من خلال كلام الرجل أحمد ولدومان، طبعا هناك نقاط تتناظر وأيضا هي نقاط لدى الرأي العام الموريتاني عندما يشاهدون مروحية عسكرية ويأتي فيها مرشح يقول أنه مستقل وبعيد عن النظام الموريتاني، وأيضا يقول أنه يتحرك بأمواله الخاصة وليس من الخزينة الدولة، ألا ترى أن ذلك فيه نوع من المغالطة للرأي العام وأيضا وجود العمد الاستقبالي وكأننا برئيس جمهورية يقوم بزياراته التي كان يقوم بها محمد بن عبد العزيز عندما كان في الحكم؟ جميل جدا. شوف هذه الخلطة حد وحلف في مستوى مغالطات اللي بحثوا ليها فيها اي وحلف راسه بيدي ما طلع عاد الشيء شنو دوره كان يسلم للسلطه ويخذ هو يتماشى ياك نقول حد نزيه ومضبوط هذه الحقيقه. والا ما كانوا هذه الخلطه اللي كانوا يامس هذا زين عنده ولاد يقود يعودوا مغطي في احد اصبعه وعاد ما تلموا مهم ولا تنافع شيء شنو. والا ما كان مرشح نظام للطايع يعود اليوم يريد الانقاذ. حن شوي خليني اوفي كلامي في النقاط اتكلم عنها. انا عندي صور اللي يقول انه هذا اللي جاوب ملح ما جاب مرقات ولا صور عنه مرحان شوي. مرشح محمد الشيخ بن غزواني اعلن عن ملعب وجوده في استاد الايام الاربعاء سابق المهرجان، ولا جا فان بيس راف درجاش، ولا جات فان تاكسي راف درجاش مجانا، جات الناس بروسه. بينما هذا الشخص اللي هو انا قدام داري اذا هي صور انشرتها وتات سيارات البحر مراقب منهم 15 وتة تجمع الناس ترفدها مكرية وحضر له مدة شهر ومع هذا ما هو شيء قد يقارن. يقول لك هذا اختاره الشعب وهذا ما كأن اللي جاء الاستاد كأن جمهور سريلانكا وجمهور نيكاراغوا لا فيها الموريتاني ولا هو الشعب الموريتاني. هذه مغالطات لا تنتهي خلطة طائرة الجيش الموريتاني تنكره أو مروحية الجيش تنكره في إطار صفقات تعدلها الجيش مناقصات يدخل أشياء كاملة تستخدم استخدامات مدنية تدخل في إطار مناقصات يعدلها ويعدلها على مستوى المقاولات والمشروعات ويفوز بها على مستوى الدولي ما هو إلا موريتانيا وعدها. وهذه طائرة خلقت مناقصة وشارك فيها الجيش بطائرته وجبرت الثمن اللي مقرر أخفض ثمن الجيش وقبضها الراجل تقر قاعد خلطة. هذا لسنا إليه وقفوا الكذبة طائرة الجيش تكره قيموا قايسين وكروهم ومشوا بيها وشوفوا كان لا يتحكم عنكم اللي تقولوا تصلوا من الإدارة المقبولة يقعد مشكلة ما هي طائرة الجيش مشكلة لا يستقبل طائرة الجيش منه هو مشكلة عندكم ما عندكم أحد مستقبل طائرة الجيش وبالتالي لا يتنعلق السماعة عليها هي الخلطة. العمد منتخبين يستقبلوا أي شخص يطلبوا مطالبهم والمرشح لا يجي للناس لا يطلبوا مطالبه لا يتقدم له كله لا يقدم له مطالبه لياكن يلبيها له. وهل هذا الاستقبال هو الذي سيكون لسيدي محمد بن بكر إن فرضنا مثلا أنه أخذ المروحية الجيش؟ أبدا بلي ما معاه رقاش معاه شو المجموعة المدونين هون وبقية أركان النظام الماضي
اللي النظام الطائع اللي جماعته اللي ما تجاب لمصالحها في الدولة وعاد تريد استعادة مشكلته. ما هي قضية الطائرة مشكلته انه جاي ورقة جوتو هم العمد قلت لي ذلك انهم جايين وعندهم بعض المطالب يطرحوها على المرشح. لماذا لا يطرحوا نفس المطالب على الرئيس او المرشح؟ هذا قناعة المرشح هم يختاروا هم من المرشح معاهم ثاندين هم الدولة قبض قرار وخلت وسكرير علم جميع موظفين الدولة إن ما فيهم حد يستقبل مع عند رئيس مركز الحاكم المستشار ما فيهم حد يستقبل أي مرشح يصوه من هو في عموم الداخل العمد سياسيين ومنتخبين وقناعتهم من الراجل المستشار المبكر ما يدوروا قدوا فرصهم وقولوا ما أنا لا بد من قيسوا استعمل المبكر ما يدوروا هذه قناعتهم السياسية ماشيين مع هذه المرشح ويدوروا مطالبهم عمل بلدياتهم هذو أشخاص سياسيين ما هم موظفين الدولة العمدة ما هو موظف للدولة أبدا بالتالي هذه مغالطات القصد منها التستر على أنه هك إلى إقبال طائرة أو إقبال هليكوبتر أو إقبال دبابة ما مستقبلوا ركاش الناس تعرفوا هذا الرجل ممثل نظام الطايع 20 سنة هذا الرجل اللي يتحدث عن التناوب السلمي وعن الديمقراطية وعن التضييق هو اللي كان حاكم موريتانيا 20 سنة من النهب والفساد وكان الموريتاني ومحمد ولي الغزواني ممثل محمد بن عبد العزيز لا خلي يكمل محمد ولي الغزواني ممثل محمد ولي عبد العزيز الخيارات اثنين احنا عندنا خيارين يا اما نقارنوا بين نظامين بين نظام محمد العبد العزيز ونظام الطايع والله نقارنوا بين مرشحين النظامين للشخصين الشخص الثاني في كل نظام الشخص الثاني في نظام الطايع اللي هو سعد بن بكر والشخص الثاني في نظام محمد العبد العزيز اللي هو الغزواني وقارنوا الملفات اللي اداروها اما نقارنوا حقبه الطايع حقبه العبد العزيز وفضله واما نقارنوا الملفات اللي سيرها الشخص الثاني في نظام العبد العزيز اللي هي ملفات الجيش وتفضله ونقارنوا بملفات اللي سيرها الشخص الثاني نظام الطايع اللي هي الوزارة الأولى وزارة المالية والأمان العام لحزب الجمهوري وخلصوا الحصيلة احنا الخلطة ما احنا لا نقارنه بلا من منطلق طيب شكرا لك الشعب الموريتاني عرفها وفاتوها منه ولكن استقبلوا ولا هو جايوا لا عادي يا أخوتي ولا أنا قايل أن الشعب الموريتاني يعرف ذا الراجل الآخر يعرفوا بقى يعرف تسيره في الجيش ويعرف العدل في الجيش ويعرف من النظام اللي هو امتداد له طيب ايش عدل طيب شكرا لك مع النظام اللي شكله طيب استاذ ابي انتقل اليك احمد جيد والله ستجيبه على النقاط التي اذاها ثم بعد ذلك بعد ذلك تطرح سؤال اولا اعتقد المقالطات قاع ما هي كلمه دي بها غير بعض وهذه اللي يعدون له الخلطه كيف اللي قال منادم بلا وطايع كيفاش كيف ذاك اللي قال المغني وتو انه بلا وطايه ودرت وتعرفوا اسمع وفعلا هاني لهذا وطايه انا ما خاطرتك وانا ما استغرب انه الشخص الثاني في النظام قائد الجيش والوزير الاول منين ورئيس البرلمان منين بعد قال شخص ثاني هل اسمع لي انا ما خاطرتك ابي انا ما خاطرتك هاني لكن لا يشوف المقاطعات ما قال يتكلم ولا يتكلم ابي ابي الشخص الثاني من نظام العدل ابي ابي انا ما خاطرتك ابي نعرف الحق مولي ما قال لا تخاطرني اسكت الحق مولي اسكت سكن حالك الحق مولي قال من قد ملعب شيخ البيضية قال بدلنا جهد لي انه ما فيه كرام بما جاء قام مواطن جاء ولا المديري وكل بوته والله الوزراء والله رجال الاعمال قال ما جاء حد يحتاج يرفد لا لا معفي قال ما جاء حد يحتاج يرفد ما جاء مواطن ابي اسمع لي انا ما غضبت اول فلي قدود ما محتاج البيس ولا شيء اللي جاء لا اسقر جاء مدير عام والحمد لله راك بشي طبيعي نعم أنا بعد جاد رجالك متفهم طيب. من قد الشعب وإنه اختار بين سيدي محمد أنا خالش يقولوا دائما نبي ربع قابي عنه بيجي والسخرجة هذا سيدي محمد وإنه صبحه كان كذا هذا ما ينقال لأنه لا يعود نبي سخرجة سيدي محمد بدي اسمح لي أنا ما قاطعتك لا مولي ما غير حنين اسمح لي لا مولي ما غير حنين لو حنين مولي ما غير حنين سيدي محمد خاول الترزور بيبلي وخاول الضرائب وخاول وزارة المالية وخاول الوزارة الأولى وخاوة لنا كامل قال هو أنت أنه رشيك بين الطوب صلي ما هو صبوح من الوتل هذا من ناحية بعض المنطقية احترام خليني من قد النظام اللي طلع احنا هرنا كنا منين
والعبد العزيز فخامة الرئيس محمد عبد العزيز وفخامة المرشح اللي كل احترام محمد شيخ الغزواني كانوا منين؟ ما كانوا من نظام الاطار، ما كانوا مشاركين مع نظام الاطار، كانوا منين؟ والخرط اللي معهم حالا وداعمهم كان منين؟ كان منين؟ ومنين كان ومنين منين شو اسمه؟ احنا الموريتاني الموريتاني لا تقدموا المحضين من مرشحينهم، هذا راجل يمثل كفاءة ويمثل التجربة ويمثل القدرة الفني قال التسيير وجاء عنده تجربة مشرفة وانقذ البلد مرتين متتاليات وإن شاء الله لا يقضي ذلك المرة الثالثة ولا وقال شيء يدعي للتشابه ولا مروح حق الجيش مثلا ما يحترمه تو ما يحترمه والمشي فيها ولا يدل إلى الشفافية لأنه ما قايس مواطن عادي لأنه إذا أنا شايق في صنقة وشايق في طائرة عسكرية يدور يخاف مني ودوري يعرف اني مرشح السلطه ودوري قالوا اني ناجح ونخال قال لي انا وبالتالي فعلا العمده مسكين يدوري اللي يقوم مدير التقوية طرح اليوم الطالبه لانه بالنسبه له انا ما فهمت قعباني انا فرق والرئيس انا جايبني السنادره ومقارديني وقدامي وراي ولا فهمت فرق بيني والرئيس الانتخابات مهزله بالنسبه له لان هذا السلطه جهاد سلطة رمز الجيش وشه وجهاد قوته وجهاد سنادرته بالتالي ما هو ما هو ما هو تفضل اذا انا سؤالي الان حتى نخرج من هذه المهاترات والمغالطات طبعا أنت لديك نقاطك حتى أعود إليك أنا أريد أن أنتقل إلى سؤال الآخر وهو مهرجان إعلان ترشح سيدي محمد البوبكر الخطوط العريضة لهذا المرشح وأيضا برامجه الانتخابية هل هذه هي البرامج التي تمس من واقع الشعب الموريتاني وتلامس همومه من أجل النهوض به وتنميته؟ أعتقد كل الناس حتى المراقبين المحايدين خطاب سيدي محمد لامس هموم المواطن ولامس مشاكله بدءا بالتعليم بالصحة بالهجرة بالبطالة بالأدوية المزورة بحث الوطنية ما لامس همومه ولامس مشاكله واقترح عليه الحلول ودور استشافة أكثر التطور من خلال البرنامج وأعتقد خطابه أي حد سمعه أولا ينم عن اطلاع واسع للملفات ينم بعد قام عن ثقافة واسعة ينم عن مستوى عالي ينم عن فهم جيد وعميق المعاناة للشعب الموريتاني وبالتالي فعلا مس الجراح ومس الآلام ونبه اللي يطرح للحلول وبالتالي كافة الرأي العام الوطني يعرف أنه كان خطابا متميزا بكل المعايير متميزا خطابيا ولكن كيف هي الآليات التي سيستخدم الرجل من أجل تطبيق هذه هذه الوعود تماما الرجل يعرف الملفات جيدا ويعرف الدولة جيدا ويعرف ذهنية الأمور جيدا قدم حلول يعرف كيف سينفذ هذه الحلول من أين سينفذها من أين سيوفر لها الدعم من أين سيسجرها ولا تجربة الأولى عطبقها 92 إذا انقفلوا لنا الخليجيين والصهاينة وأمريك انقذنا وانقذنا 2006-2007 انقذنا ومشانا وورك يدور مالي إن شاء الله يدلنا للسكر 2019 ودور يفوز إن شاء الله في شغله طيب جميل جدا أعود إليك أبي والزيدان أراك ضاحكا ولكن أريدك أن تعيد النقاط التي كنت تريد أن تعرج عليها ثم بعد ذلك أطرح عليك سؤال بالتأكيد خطاب قال له خطاب جيد وأنه لامس هموم المواطنين نختار نعرف كانوا لامس ذيك 20 سنة الماضية اللي كان هو مسير الملفات فيها والمنفذها كان وزيرا للمالية ماذا فعل في بقضية المتقاعدين يتكلم عنهم نهارنا هذا في خطاب ملا كان رئيس الوزراء ماذا فعل بحملة الشهادات العاطلة عن العمل كان الأمين العام الحزب الجمهوري ماذا عدل في الديمقراطية والشفافية وتزوير صناديق الاقتراع اللي يمثله لإجاحة معاوية سحمن الطايع هذا ضحك على الذقون خلطة أنا كنت خلق نقاط ما كنت ممكن أتكلم عنه هون به اللي هيك تخليه تو في المجال ثاني ما هو مجال سيد محمد البكر صحيح انه قد يعود انا ما عندي شيء شخصيا ما عندنا قانون ممتلكات عامه قد نتكلم عنه نقول هذه ممتلكات وهذه خلاها وهذه نابه هذا ما هو بالنسبه لي شخصيا ما هو عندي بالتالي ما قد نتهمه فيه لكن قد نقول انه الطايع عندي دليل على انه انهب موريتانيا وخلاها وذلها وانه ما عنده يكون دار واحده وبالتالي انه ما عنده شيء ما هو دليل على براءته هذا بطرونه الكبير سي احمد البكر انا عندي له ملف بسيط من ابسط الملفات عندي ياسر اخر ملفات غير هذا هو ابسطها اللي قال هو انه ما هو مهم رئيس وزراء اللي يعود لأسبوعه 6 ملايين أسبوعيا وثيقة فندق ميركير أنا ناشرها 2005 في جريدة المجهر
لا تتوقع لي منه بالدخول الشفافي وتكلمني عن محاربه الفساد هذا بغض النظر عن الملفات الاخرى اللي احنا بنتكلم عنها. انا تكلمت لا عن هذه البسيطه اللي بتنشرت الامور الاخرى ما تكلمت عنها حن شوي حن شوي حن شوي. يقول لك معاويه اين كان الناس كامله كانت مع ولي الطائر؟ لا الا يمكن انه حاسب كل من كان مع ولي الطائر بجريمه انه كان مع ولي الطائر. انا ما قد نحاسبك انت بمشاكل ساعة شرب نفاس ولتهمكم فرسان التضليل قال لكم كنتوا جايين تلوذوا لهم. ما قد نحملك مسؤوليه النظام الطائع بانك كنت تلوذ فرسان التضليل كما يقولون. هاي شويه فرسان التضليل قالوا بعدك ساعه كذبوا قالوا كذبوا نفاسه ذاك اتهام انا من اخني فيه. لكن ما قد نتهمك بانك ما قد نقول لك انت كنت تمثل السياسه الطائع. حد كان يمثل وظيفة جمهورية وظيفة عسكرية في نظام الطائع ما قد نحمل مسؤولية نظام الطائع. لقيت حد كان يطبق سياساته وينفذها ويرسمها حد كان الوزير الأول حد كان أمين عام الحزب الجمهوري. ما قد نقارنه مع واحد كان رئيس أمن بازب ولا واحد هاني كان كتيبة المدرعات. هذو ما عندهم علاقة بالسياسة العامة ولا عندهم ما عندهم علاقة بالفقر والبطالة وبالويل الانحدار اللي وصلنا بنظام الطائع واللي ما زلنا ندفع تبعاته حالك. ليه قد نحملها الشخص اللي كان يدير السياسة ينفذها ويدافع عنه اللي هو محمد البكر الوزير الاول والامين العام للحزب الجمهوري. بالتالي هذه مغالطه اللي تقول الناس كامله كانت مع ولي الطائع. كانت مع ولي الطائع بعد الى غير كانت موظفين كانت انت كنت ما ما ما, ما كنت تحمل السياسه ما كنت تحمل اخطاء ولي الطائع. هذا مغالطه. ولكن الاشخاص اللي يتحملوا نظام ولي الطائع يعني محمد فضل امتلك الشجاعه وقال انا لا اتحمل اخطاء نظام ولي الطائع. كان جدير بسي محمد البكر قبل أن يقولنا أنا جاي ندور الإنقاذ يقولنا أنا لا أتحمل لك المرحلة ولا اعتذر عنها على الأقل ولا أتحمل مسؤولياتها ونحمله مسؤوليات الملفات اللي أدار هو كرئيس وزراء حنوفي كلام كونك إذا كامل أنت تفلك علي ديك وإذا كامل أنت ما عدلت فيه شيء سوى شنو العكس وصلت الموريتاني لأسوأ مرحلة وجيني حالة وتقرأ لي خطاب التواصل وخطاب لغتهم هم وسنفعله ونقول لا يا سلام هذا رائع قرأنا خطاب تواصل ولكن قرأنا خطاب تواصل ولكن أيضا حتى خطاب الغزواني كان هكذا كان فيه سنفعل بالتأكيد ولكن تاريخ الغزواني ماذا فعله الغزواني بالملفات التي سيرها والغزواني سيرها ملف الجيش ماذا فعل فيه لمغيط 2005 الجيش ما عنده سيارة يتلبيها الناس اللي خبطوا خلص لي وضع الجيش من ساعة فلسة الغزواني. هذا هو الفرق بين اللي نقول الغزواني سوف نفعله لا خلصش عدل سابقة كان يصدقه واللي نقول سيدي محمد البكر سنفعله نصدق خلص اللي عدل سابقة يغار سيدي محمد البكر لديه فترتين لديه 2005 و2007 كان أيضا من أولئك الذين أنقذوا موريتانيا وأوصلوها إلى المرحلة الانتقالية. لا 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 هكذا كان لا 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 كانت أسوأ فترة تسييريا أسوأ فترة. إذا أنت لا ترى للرجل أي إيجابية في تسييري حنوفي لك نقطة ابدا لا ارى له ايجابيه في تسييري. كانت 2005 اسوا مرحله تسيير في البلد كانت فيها فضيحه ووتسايد الكارثيه اللي هو عنده بها علاقه هنا 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 حتى في وزراء الان مع في مكلفين بمهمه وايضا في قصر الرئاسي وكانوا هم ايضا الذين يتابعون هذا الملف. جميل جدا لا ابرئهم لا ابرئ لوكلاس خاف المسؤوليه يتحمل مسؤوليه باسم محمد البكر. لوكلاس خاص لا احد منهم جاني وقال لي انا اريد التضليل الان. لا احد من لوكلاس خاص المتهمين جاني قال لي انا اريد التضليل الان. ما احد منهم جاني قال لي انا اريد انقاذ موريتانيا الان. العكس محمد البكر كان شارك ذا كامل جاني وقال لي انا اريد انقاذ موريتانيا الان. بالتالي هنا احاسبه. لوك اخطاوا حتى عبد الياس مشي خاسر وفتحوها محمد عبد العزيز ومحمد الغزواني فتحوا ملف وتصايد وعادوا اعتبار الدوله الموريتانيه وحاسبوا ذوك الناس. للاسف بعضهم رجع عقب هذه الاعتبارات السياسيه وانتخابيه. لا احد منهم تلك الشجاعه وجاني وقال لي انا اريد ان انقذ موريتانيا كما فعل سيدنا محمد البكر. طيب شكرا لك اعود اليك احمد دومان. اذا كانت لديك فقط لا اريد ان ندخل في مهاترات والرد ولا في امور يلا رد لي ايوه هناك امور تريد ان ترد عليها في نقاط رد عليها في نقاط فقط الوقت اولا الوقت خليه متوازي أكيد. لا أرد للغاية اسمح لي أرد للغاية شوف أولها قال لك كان مكان الاحترامي لأنه من اللي يسموه دائما من الكاذب والدعايات اللي بيقال أربع بيعان ولا سيد محمد بكر لأنه قد ما لأنه قد قبل
وزارة إقبال إدارة الضرائب والخزينة العامة والمالية والوزارة الأولى والأمة العامة رئاسة الجمهورية وجميع الوظائف موريتانيا وعود ما عنده ممتلكات ولا عنده دار يقدر بيذكرها ولا يقدر يقولها ويقول إنه قابض له فكتيرة 6 ملايين ما عنده وتر اسمع لي أنا ما غلطتك أنا ما غلطتك اسمع أنا سمعتك قال أنا صنت لك أنا صنت أنا اللي صنت لك قلت لك الصخرة أنا صنت لك أنا صنت لك أنا صنت لك وصنت لي احترم الحوار وأداب الحوار أنا صنت بصند والمقاطعة نخبر فيها اختار أولا هاي قاعد أربعة بابي نقوله من اللي رجال ما أقبص من الترازات ولا من المالية حانني ولا من المالية ولا أقبص من الضرائب ولا أقبص من الوزارة ولا أقبص ما لا يشغل فكتيرة من 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 يعني نقيس على الطراز ذاك نقيس مركي يقول تعدل وين فكتيرة هون لا يصطبحوا بس ما لا ينعدلوا هذا أي يوم ترجعنا هاي ما هو لا ما هو دليل ولا وسخرية قاع يعني حد خاله الترازور وزارة المالية ما يقولوا بده في الصبح هاي قاع ما هو مقولة مختار هكذا نظام الإطلاع اللي عنيني أنا ما قطعتك اللي ما قطعتك نظام الإطلاع وينه وزارة خارجية في الإطلاع كامل من الآن في محط ترشح عنيني أنا ما قطعتك أنا ما قطعتك مع ما يقدروا ترشحوا ما يقدروا ترشحوا وزارة الأول كامل يدكم مع مرتبة اللي عنيني اللي في محط لا تقاطع بي لا تقاطع أبي لا أقول لك نعرف أنه الحق مولي غير صلت له صلت له صلت لا تقاطع لا تقاطع مولي ملاك أنت تدافع عن أنا ما نسمي الإشخاص اسمعني تسير الجيش أنا قام أنا بقيت نسمي الإشخاص ولا بقيت نسمي الجيش بيقول لي هؤلاء الإشخاص كاملين احترموا أولاد موريتان الجيش بعد قلت اسمعك عنه الجيش القلت لحقنا عنه من كنتم هذه الإعلام الإعلام من حال السعودية هي القلت لحقتنا عن أخبار تسير الجيش وتعرفوا لك اللي تقول أنتم معنا للصحابة لا اسمع لي انا اقول لك لا لا خليني هاي الصحابه اسمع يا مولاي حق الجاي تسير الجاي تسير الجاي تسير الجاي انا ماني سامي في ان الاشخاص نحترم كامل يا غير بعد القط استرب عنه الاخبار من السعوديه سام والله لكن يخليك في الصدق وهم فاقولك انا قاعد ما يدخل فيه هذا اشخاص انا اشخاص ما يسامي لا يقول انا يقول لا حني أنا لا أدخل، أتأثر بالمؤتمرات، ما أنا كيف فوق، لا أنا كيف فوق، شو ما مثل طيب، حني الذي يميز لا تقاطع أبي، هذا رجل شهدة الجميع بالنوافع وبالتجربة، حد عاد على الترازور ما مشى مصر. عاد على المالية ما مشى مصر قولي اكتشف لي الملف جبت لي فكتيرة من 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 الأسبوع هو حد ما ورى الترازور ولا ورى وزارة المالية ولا ورى الضرائب حاليلي الترازور ما قلتها ولا ورى أنت قلت له يمشي الأسبوع هذا قاع سخرية وأنت ما بيك إنك تقوله لأنه حد سمعه روحك روحك عاقل لا نظام للطاي نظام للطاي اللي عاد اللي عين ياكو كامل اللي مع المرشح محمد والشيخ محمد أحمد كامل احترامي الشخص والغزواني نظام الطائرات وكامل العاد عين كامل بدءا به هو وبالعبد العزيز واللي خالد من الوزير اول والوزير هاني ومن المستشار ومن المدير العاد قضية ويتسيل لكن يحبس فيها وتكركر فيها ياكو فم ياكو فم ما تيها واللي عاد قضية ملف اخرى لكن اللي نحكم فيه وتكركر فيها ياكو فم ما هو لهبة طيب سيد محمد كل شيء يمكن يقال فيه الا نواف اليد والكفاءة والتجربة خطاب تواصل خطاب تواصل سيدي محمد تواصل حزب محترم من الأحزاب الموريتاني ودعم سيدي محمد ويشرف سيدي محمد أنه دعم حزب من الأحزاب الموريتاني الفاعلة لغير سيدي محمد خليك سابق تواصل وقرأ سابق التواصل وديب وشاعر ومثقف كبير ولا يحتاج حد ما هو كيف الناس اللي تحتاج يكتب له خطاب سيدي محمد ما يكتب له خطاب ما هم المرشحين اللي يكتبون له خطاباتهم بعيد لا
خاطري معهم المرشحين اللي يكتبوا لهم خطاباتهم ولا واضح حد مكتوب له خطاب بقراه اذا يمشي لا يتكلم يلتجه يضاح الفرق وانتم الصحابه تراعوا فيه مش بعده احنا نعرفوا كل خطاب من كاتبه سيدي محمد لا يكتب له التواصل ويلقى ما هو افكار تواصل هاي قال افكار وطنيه افكار وطنيه سيدي محمد ما قد سير البلد 20 سنة حنا في نظام رئاسي غير كان وزير لا كان وزير كان وزير وإلى راد موريتاني أسمى 92 وحاصروا هذه الخليج على قضية تجميد الصحيرات وحاصروا الصهاينة وأمريك حاصروا هذا الصهاينة وأمريك أعلي جاءوا حاجة طوال 2 سنة وقتها وكان سفارة إسرائيل من جايبة سفارة إسرائيل جايبها واللي الطائر ونفل ونفذ سيدي محمد بن بكر سيدي محمد إكساعة مشى عن وزارة الله 96 لأولي من مقالطات الخطة سيدي محمد مشى عن وزارة الله 96 العلاقات المشينة مع إسرائيل قاس باسب والعلاقات باسب والعلاقات المشبهزب والعلاقات المشينة مع إسرائيل فعنيني انتم اللي لوحتوا به صورة واحدة الديوان المترقي اللي قبل اقبال اوراق اعتماد السفير الاسرائيلي منه الصراويكي محمد عبد العزيز اللي مو عليه محمد عبد العزيز رحمه محمد عبد العزيز اللي مو عليه محمد عبدي محمد عبد العزيز بعيد محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز حامل كم مرات بالمشهد كل مدى تقول انتم اول كذا اسمعني ومحمد سيدي محمد بكر مشى عن وزاره ولا حنين مشى عن وزاره ولا 96 والعلاقات المسلمة مع إسرائيل خلق سنة 2000 ما عنده بها علاقة عدنا نحن في نظام رئاسي ويالي خلق فيه عبد الرئيس هو اللي يتحمل مسؤوليته وحده نحن نحمل مسؤوليته من قزوان ولا له العبد العزيز ولا له البكر ولا له الديش سيد أحمد سيد أحمد اللي كنت عم قزواني ما نحمل اسمع سيد محمد سيد محمد عالين لا من قلت قالها هو ما قالها لعبد المدفع وعند الدبابة ما قلت يقول له ما قلت قالوا هيت قال له ما قلت 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 ليك مالي المغالطات اسمح لي سيدي محمد إلينا عدل هون القيلات عدل علي يرحمه هون القيلات وخلقوا من داخل المشكلة علي يرحمه لكل النبي محمد فال وعدل وحكمهم وداخل مضيقة عدل سيدي محمد البكر ودار وزير أول هو اللي قادهم هو اللي سأل من أمهم اسمح هو اللي هو احنا ما نقدر نعوده المرحلة الانتقالية إلينا داروا كانوا عدل سيدي محمد البكر سيئوا فساد وليد داروا قلوا انهم عدل علي قلابها احنا من عدل علي قلابها احنا وكلنا حاكمين اذا نتناقى ثم لا قدروا بحاكمين اذا لا تعيبوا كله زي كنتم اللي ما انتم حاكمين خلي اسمح سيدي محمد بكر وجوده في الوزارة الأولى جاءها مرتين كلها مستدعيه الواجب وكلها قل البلد نقضوا 92 ونقضوا 2006 نقضوا من الدمار ومن الفلاس الاقتصادي ومن الفتن ونقضوا من كل شيء وورث الواقع شنو 2005 الواقع شنو حن 2005 في أسفل منقوذ 2005 حن الانتقالية شوف سنادر وعد منقوذ بقى شوف سنادر وعد لقيلة شوف سنادر وعد لقيلة ولعد القلاب ودخل مشكلة ولا قد يعرفوا قبلته من تل عيتوا سيدي محمد البكر وقال البلد ما وصل بريد ما عيكت عدل القلاب ولا هو الرئيس ونظام النظام العسكري وهم عنده بين الدبابات وعندهم ما يتمسكوا طيب في النهاية في النهاية الشعب الموريتاني يريد برنامج حقيقي هذه البرامج اللي هاي البرنامج الحقيقي هو سيدي محمد البكر هذا برأيكم هو معناه هو مضمون هذا برأيكم ولكن أيضا أشخاص برام وأشخاص للغزوان يقولون أن برامجهم هي البرامج صحيحة. ولكن أنا أريد الخيار للموريتانيا الخيار لأهل موريتانيا ولكن سؤالي فقط ضمن هذا الخطاب الذي ألقاه الرجل قال أنا 2005-2007 هناك مكاسب للموريتانيين وللشعب الموريتاني هذه المكاسب تم استحواذ عليها عن أي مكاسب كان يتحدث الرجل وأنتم كنتم من حاشيته وجانبه وكنتم أيضا أنا ما قد قعدت من حاشية حد للحاشية قال الموظفين والخدم والديلم أنا ما قد قعدت من حاشية حد ولا ينعود منها اسمعت مهلا قال ما ولا يقاه مستوى نعود منها طيال قال إن 2006 إنقاذ بعد البلد والله شهر تفعوا شهر الموظفين 100%
نعم تحسنت الاجور، تحسنت الحاله الاقتصاديه للبلد، التغوا عن الديون وعدلت فيه لاول مره اول تجربه ديمقراطيه شفافه بشهاده الجميع بشهاده المرتال الاول حنيني عبد الله باسل وعلي البكر بيلقى ما حد يقدر عليه هو كان ما حد يقدر عليه هو هذا ما حد يقدر عليه ما رئيس حنيني حنيني ما وصلاني هذا عقد درس نادره عقد درس نادره ما فاهم يجوز ولدنه واعطاه السلطه وسيرها بشكل جيد وعنده تجربه ديمقراطيه نموذجيه ومثاليه نجح في الديمقراطيه هذا تجربه نادره ونموذجيه عدل تجربه اقتصاديه نادره ونموذجيه ارتفعوا الاجور تحسنت احوال البلد فعلا ومشوا مهمته عاد بقى 2007 استلمها رئيس مدني وصار اللي صار طيب صار اللي صار ابي عندك شيء تريد ان تجيب على الرجل ثم بعد ذلك ننتقل الى خطاب مرشحكم انتم بالتاكيد لا هنا نشير شويه على نقطه بسيطه تفصيل بالتفصيل 2005 هذا التاريخ مهما كان مستوى دعايتنا وبروباغندا ما قد نقوز على التاريخ معروف عنده ما يسكن بس وعند اي حد يسوي 2005 بعد ما وصلت البلاد ذاك اللي وصلت عليه وصل حدود الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي من فساد وافساد ومن دمار صح حق دمار على كل الأصعدة الأخلاقية والسياسية والاقتصادية والأمنية وكل شيء بعد ما وصلت له تحرك رجال الأهلين بعد ما حدث الانقلابات المضادة اللي أخونا كان 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 جزء من المرحلة ما قد جزء من المرحلة ما قد قالوا ما قد جزء ما قد قالوا جزء لأن المغالطة هل المغالطة لا جزء من المغالطة طيب قالوا إذا دخلوا يدخلوا هو قالوا ياسر قالوا ياسر قطعا اعتقلوا وأنا متأكد منها اعتقلوا فم البوركنابيين وهو تياسر تغلوا بتهم تني متمرد انقلابي قلم نوام الإبطال طيب المهم محمد والشيخ بن أحمد الغزواني وحمد عبد العزيز عدلوا انقلاب على السلطة القائمة لولا عبد الطائع وعلي طول الصنادرة علي محمد طالي رحمه وش مع آخر معاه راقد نقدار وعاهم وقالوا له هذا نعدلنا الانقلاب له والاعتبارات أمنية وسياسية قلت له كنتم تتقدموا تقبلوا السلطة اللي هي تقبل رئاسترية عندهم معكم لجنس مجلس وندوروا مسألة تخلق أيام تشاورية بين الموريتاني الكاملين يعدل فيها مشروع مدني تمهيد انتقال السلمي مدني للسلطة وينتخب شخص مدني ويعود وحنا مترشحين وطرحوا ذيك الشروط الملكية وعدوا المجلس العسكري للعدالة الديمقراطية وعادوا هما أعضاء فيه ولم يأخذوا مناصب تسهيلية خلوا بين علي محمد فان الحكم تجربته وحكم مكانته وقدمه أنه يسير ذيك المرحلة واهتموا فقط بأنهم يعودوا فهم قاعدين عندهم القوة العسكرية مبلوكين لتلعلوا وتلم الأمور تمشي عن ذاك المسار يبلوكوها كما حدث مع عندنا يحاول علي محمد فان رحمه يعدل البطاقة البيضاء يتحاول إلى ذاك منعوه الشأن السياسي خلاوه بالصراط بدون ذيك قضية الانتخابات ذاك المسار ديمقراطي ولذا داروا عليه وزير الداخلية أصر على أنه يعود شخص يثقهما في ذيك ساعة ليشرف على ذاك الملف الأولي والتشاوري بالنسبة الشخص حالا مع محمد في شورته يعدلها معه علي محمد فالي رحمه سيعدل الحكومة جاب سيد أحمد المبكر وجاب معاه آخر وعدلوا ذيك المرحلة الذكية وقلق فيها ياسم الفساد وقلق فيها البطش غير الخلطة الأخرين كانوا الأساسي عندهم علم تخلق ذيك المرحلة الانتقالية تكمل الجانب الديمقراطي فيها يكتمل يكيش رئيس مدني ويفتصلوا صنادر معه عدلوا ذاك وتمت الأمور ماشي محاولة الصعل أنه إذا عاد فيه فهم إيجابيات وأنا أعترف أنه فيه إيجابيات في المرحلة الانتقالية وفهم كثير من السلبيات محاولة أن يعود فهم إيجابيات يتبنى ياسر أحمد المبكر وهو رئيس وزراء ما قد يتبنى يعدل حكم معه الطاع ما هو قد يعدل شبيه اللي هوك ما هو رئيس ولا رئيس فهم نوع من الغلطة ذي الصلاحيات اللي عاد عنده هون ما هي عنده هوك ثم شخص ما قد يقول لا مركز القيادي ولا قد يقول هذا ماني معتاد ماني معدل هل هنا في موريتانيا من يقول لا فيه بعد قليل ما هم في بعد الا من رحم ربه في بعد شوف لا حن شوي كونك غض المخالطة التاريخ باقي سعادتك احمد في بعد لا هذا السلطه لهم اللي وصل النظام لطاع المرحله قالوا لا وقفوا عدوا الانقلاب واخذوه ولكن بعد 20 سنه وغادر التاريخ بعد 20 سنه مسؤولين
ما هو مسؤولين عنها هذو أمنيين لا مسؤولين أبطال عائلة خلفات أمنية نعم هذا قائد كتيبة مدرعات وهذا قائد كتيبة بازب ما عنده علاقة ولكن من نفس الطريق ما التي أوقفوا عند حد شوية مغالبة إذا لم يوقفوا اسمعوا يا عزيزي قالوا على نفسي يا رجال عبدالباهي سيدي الشيخ عبدالباهي يطلع يحاول يرجع لنظام الوطاية اسمعني وقفوا قالوا له لا وليت له سيدي أحمد قلت له علي محمد داني رحمه يعدل الرواية أخرى يحتال عليها بطاقة بيضاء وقفوا قالوا له هذا الرجال يقولوا لا عكس التاريخ كان عكس التاريخ هذا بر ما هو كان تاريخي عكس الرجل اللي قال لا لا عدل شيء يقول انا ما كنت نقدر نعدل شيء انا بس الحين اتمنى انك تعدل شيء والله لازم لازم أبي سؤالي فقط لا سؤالي لا لا أنا أنا لم أعيد هذه النقطة أحمد تاريخ سؤال تاريخ هذا ما التاريخ تاريخ عندك أنت ساعة والله ما عنده علاقة بالتاريخ أبي سؤالي عن خطاب مرشحكم أنتم محمد والشيخ محمد أحمد والغزواني تحدث عن الكثير في العشرية الأخيرة قال أن هذه العشرية شهدت نقلة نوعية وأنه هو سيأتي بالجديد أنا سؤالي هو هذا البرنامج الذي لدى الرجل هل هو برنامج يمكن له أو لديه آليات لتطبيقه على أرض الواقع؟ بالتأكيد هذا المرشح يملك من الخبرة والتجربة ما يمكنه من إنجاز برنامجه بطريقة التي أراد ليس فقط بل نملك نحن من الثقة فيه على أساس شرعية إنجازه على شرعية تاريخه على شرعية ماذا أنجز في الملفات التي تولاها وراه بالمناسبة يتحمل مسؤوليته لا يقدر يقول أنا ما نتحمل مسؤوليته طيب طيب لا ترجع للوراء لا ترجع للوراء شرعية الإنجاز عليه هذا الرجل ما عمل في الجيش على مستوى التنظيم وعلى المستوى الإداري وعلى المستوى الميداني وتحويله الأكبر فاعل في المنطقة الرجل ما أنجزه على المستوى الإدارة الجيوبوليتيكية الأمن جيو استراتيجية الأمن القومي بشكل عام يجعلنا نثق في أنه شرعية إنجازه يمكن أن يبني عليها لإنجاز شيء جديد لموريتانيا أحدد النقاط الأساسية في خطابه قال على أنه هناك عشرية يفتخر بما أنجز فيها ويعتبر أنجز فيها الكثير لموريتانيا وهذا ما محتاج يقوله هو هذا موجود في الواقع ولكن بالنسبة له وسلبياتها أيضا موجودة على أرض الواقع موجودة على أرض الواقع سلبياتها ولكنه وما أكثرها جاء ليكمل يسد النقص في هذه السلبيات وليصحح ما حدث فيه من خلل وليكمل المشوار من أجل الإنجاز وليكمل المسيرة وقال أنه مستعد يمد اليد للجميع ولن يتوقف عند حقبة معينة وبالنسبة له موريتانيا فيها مرحلة من تراكم الإنجاز فترات معينة يجب أن يكتمل ويجب أن يكتمل على شرعية ما أنجز فعلا وتحقق بشكل ملموس وأن يبنى عليه على العشر الأخيرة وأن يبنى عليه وأن يصحح الخطأ أن تصحح مكامن الخلل فالعمل البشري مهما كان فيه أخطاء هو يعترف بهذه الأخطاء وسيصححها أخطاء غيره سيصححها وسيكمل المشوار ونحن نثق فيها على أساس ما أنجز على أساس تاريخه طيب. عكس الآخرين اللي يقرأوا لنا خطاب هذا المنطلق لا لا دع 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 من الخطاب ولكن المهم أنكم أنتم تقولون أنكم تثقون في هذا الرجل وأنه سيحقق ذلك البرنامج أحمد وليدوما أنا لا أريدك أن تعود لي إلى المغالطات وأيضا الكلمات التي كنتم تتراشقونها الآن أنا سؤالي هو أحمد لدومان نحن في عشرية خرجنا منها وننتقل إلى سلمية في السلطة هذه السلمية التي أخذ مش على مرشحكم مش على برنامجه الانتخابي على أساسه أين ترى أنت مكامن الخلل التي يمكن للرجل أن يشتغل عليها وأن يبني على ما أنجز إلى حد الساعة اولا نختار الصحه قدر من الاخطاء في التاريخ باط وقاف قط المغالطات الاخطاء في التاريخ ذي هل اسمع لي هل اسمع لا لا السيد وهو الحكم المشاهد هو الحكم اولا ها قال ما هو متماسك ولا هو منطقي ولا هو صالح تاريخيا اولا محمد غزواني وقت الانقلاب ما كان بعد قائد دبابات كان الاستخبارات العسكريه ومحمد عبد العزيز قائد بازب ولا يقدر يعدل انقلاب ضدهم قائد شيفته ماجور وضدهم مدير الامن وضدهم جميع المناطق العسكريه ما يقدر يعدل انقلاب ولا هي منطقيه ما يقدر يعدل انقلاب وين عبد الرحمن وابو بكر وين قاده الجيش وين قاده المناطق العسكريه اللي هم ضدهم كاملين سوير كان في الزويرات سوير كان في حول حلام في اسمع لي
لا تقاطعني لا تقاطعني لا تقاطعني انا ما قاطعتك انا ما قاطعتك نعم اسمعني اسمعني ما منطقي يعودهم العدل والانقلاب وجابوه راي خاليني رجع جاي ما بينهم قال ما في شيء والاخر عنده صنقه واحده ما منطقي وعقبك ملي ما منطقي حد يعدل الانقلاب المنطقي اسمعني اللي حاني نقول له انت اللي حاني ولا منطقي حد يعدل الانقلاب ويجي يرقد وعود علي اللي ما عدل الانقلاب هو اللي عجل الوزير الاول وهو اللي عجل الحكومه وهو اللي جاب اصحابه وهو اللي رتب اوراقه وهو اللي رتب امورهم ما هو منطقي ما هو منطقي ما عندهم دور 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 مجرد عسكريين من عشرات العسكريين داروا انقلاب رتبوا لي محمد فال عبد الرحمن البكر جماعه معاه وداروهم واحدين منهم فعلا ولهم دور ولا شيطين لا حنين لا حنين لا حنين لا حنين وعقبك المنطقي البسيط هو رجال معاد الانقلاب وحكم دولة نام عاد الحكومة يرقبوا نام عيط واحد آخر ما هو الانقلاب يعين وزير أول يعين الحكومة على اجتهاد ولا رأي لما هو منطقي البطاقة مالي البيضاء هاي تنقال لك هاي مغالطة مغالطة ما يخالق لا ينسرح عليك لا ينسرح عليك لا ينسرح عليك اللي يخلق فيها بيع وجالة بيع وجالة بيع وجالة البطاقة البيضاء ما يخالق كان المعارضة وقتها شان حملة مع الغربيين ان العسكريين مرشح السيد الشيخ عبد الله ولرداد لخطاب المعارضه تعاون العسكريين اللي بطاقه البيضاء اجاك المعارضه تحول بدل هجوم على سيدي انه مرشح تقول لهم قال يخلوا رؤوسهم اجاكوا تقول كان ما عنده مصداقيه ونجحت فعلا فيهم العمليه ومشى ولا وها الخطه ما عندهم دور ما لين بقى معهم سيدي فعلا حكموا الساعه استفردوا منهم ايوه طيب ما اجبتني على سؤال ما هو سؤال طيب شفت انت وحلت اللي في الغلط طيب سؤالي ما كان من الغلط وما كان من الخلل في العشرية الأخيرة وأيضا في الأحكام المتتالية في موريتانيا وأين سيبني الرجل وهو مرشحكم سيدي محمد البوبكر حتى يلامس حموم الموريتانيين حقا من دون كلام سياسة شوف 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 والله شوف العشرية الأخيرة حدث فيها كثير وهذا اللي أدى فيها كان مهم زين عندي بدأ بالعلاقات مع إسرائيل كان اللي أدى فيه المشي صالح مشي صالح أنا زين عندي وذهبني يا غير موريتانيا عنده مشكلة عنده مشكلة في اقتصاده، عنده مشكلة في حياة المواطن، عنده مشكلة في مستوى الراتب، عنده مشكلة في الدواء، عنده مشكلة في التعليم اللي عادوا في مدارس في ليلة واحدة، عنده مشكلة في الصحة، هذا رجل يعرف الملفات جيدا وقادر على انقاذ البلد وقدم رؤية واضحة ورؤية ملي وحدوية قاعد يتوحدوا فيها الموريتاني كاملة وينهض بالبلد واضحة للصبر قد ينهض به وعنده الكفاءة والقدرة وعنده السمعة اللي قاعد وراجل أبي كلمتك الأخيرة قبل أن نختم البرنامج أنا يؤسفني أن أستاذ السيد الرئيس أنه ما فطن أن هذه العشرية الأخيرة أن فيها مشاكل اقتصادية جوهرية وحقيقية يكون ينحل حزبه بمنطق القانون هذا مؤسف لي حقيقة وكان في الأغلبية وينحل الحزب تحول شر المعارضة هذا مؤسف لي حقيقة أيوة طيب طيب إذا كنا إلينا وقت ما لا نفهم من هذه الحلقة خلطة أعترف بصعوبة تسويق مرشحكم لكن لا العكس هو اللي اغتيابه تعتره بصعوبة تسويقه بصعوبة تسويقه واللجوء للطائرات العسكرية مرشحكم دوما كامل احترام لهم لو ذا وارد لو ما وارد أنا ندور تبادل ودور مدني ودور كذا شخص عدل كذا هو ما أول ساعة تسويقه هو ساعة تسويقه لا الطرف الآخر ساعة تسويق الطرف الآخر ساعة التجريب ساعة تسويقه ومتابع لشان السياسي الموريتاني شكرا جزيلا لك اسمع لك ولي دوما كل مغالطة رئيس حزب الرباط رئيس حزب الرباط شكرا لكم وشكرا موفورا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن متابعة هذه الحلقة الوقت انتهى إلى مشهد سياسي آخر في هذه الحلقات من حلقات موريتانيا اليوم سنخصصها طبعا لسياسة الموريتانية في الأيام القليلة القادمة شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة في أمان الله شكرا جزيلا